علشان نعرف الوضع في إيران. خلونا نرحب بالأستاذ سعيد شاوردي، وهو محلل سياسي مختص بالشأن الإيراني، معنا الآن من إيران. أهلا بك أستاذ سعيد. تحية طيبة لك أستاذ أحمد ولجميع المشاهدين، مرحبا. تحياتنا لك أستاذ سعيد. هل قررت إيران الدخول بالقوة العسكرية مساندة لحزب الله ثأرا لاغتيال إسماعيل هنية ومن بعده حسن نصر الله، أم أن الحديث عن دخول إيران إلى الحرب بعيد بعض الشيء؟ أستاذ أحمد، طبعا في قبل الهجوم الذي نفذته إيران في أبريل الماضي كان هناك من يتحدث عن أن إيران كلامها مجرد شعارات ولم ولن ترد على إسرائيل، ولكن عندما قررت بعد قصف قنصليتها في دمشق أن ترد على إسرائيل مباشرة، أعتقد يعني جميع الذين شككوا في الكلام أو المواقف الإيرانية وكانوا يقولون متى يأتي هذا الزمن والمكان المناسب، غد يعني وصلوا إلى قناعة أن إيران عندما تقول أنها ستستهدف إسرائيل ستفعل ذلك بعدما رأوا الهجوم الذي نفذته بالطائرات والمسيرات. الآن أيضا نحن بعد اغتيال الشهيد إسماعيل هنية سمعنا كلام واضح من قبل القيادات السياسية والعسكرية الإيرانية وخاصة من قبل السيد الخامنائي، أكدوا أنهم سيأخذون ثأر الشهيد إسماعيل هنية وهم من سيرد على إسرائيل وليس خلفائهم. هذا الوعيد قد تأخر يعني شيئا ما، ولكن في حسابات العسكريين أنا أتصور أنه لم يحصل تأخير، يعني بسبب أنه الخطة العسكرية تختلف يعني على حسابات الناس. هناك عندما تريد أن تنفذ خطة عسكرية وردا عسكريا بحاجة ستكون إلى وقت وإلى دراسة وإلى معرفة الرد من قبل العدو وكيف يمكن أن ينجح الرد العسكري الذي أنت تريد أن تقوم به. فكل هذه الأمور تؤدي إلى تأخذ شيء من الوقت والزمن. فلذلك أنا أتصور يعني الذين يشككون أيضا هذه المرة بكلام إيران هم يعني لا ينظرون إلى القضية بشكل منطقي أو عقلاني. فإيران بكل تأكيد سترد على إسرائيل على جريمة اغتيال الشهيد إسماعيل هنية في طهران، هذا واضح. ولا أتصور أن يعني أنا باعتباري كمتابع للشأن الإيراني لا أتصور أن إيران ستتراجع عن هذا الوعد الذي قطعته على نفسها. ولكن سيد سعيد يعني اسمح لي سيد سعيد، يعني من يتحدث عن الدور الإيراني وأن التراجع الإيراني يستحضر ويستشهد بكلام السيد رئيس الجمهورية الإيرانية عندما ذكر أن أمريكا والغرب طلب منا أن لا نرد على اغتيال هنية ووعدونا بأن يكون هناك هدنة وأن يكون هناك وقف للقتال وهذا لم يحدث وخدعتنا أمريكا والغرب. فيقولون يعني ماذا إذا خدعت أمريكا والغرب النظام الإيراني مرة أخرى؟ لا أستاذ أحمد، يعني بكل يعني ثقة أقول لحضرتك حقيقة يعني في إيران قلة قليلة جدا هم الذين يثقون بالكلام الأمريكي، يعني قلة قليلة جدا. حتى من الإصلاحيين كان الإصلاحيون في فترة من الزمن أنهم متحمسين شيئا ما للوعود الأمريكية وأنه نستطيع من خلال المفاوضات وما بعرف آلية الحوار وكذا نستطيع نحل المشاكل وما سنرفع العقوبات عن إيران وهذا الكلام، ولكن هذا التحمس وهذا يعني الثقة التي أصبحت لدى فئة من الإصلاحيين قد انهارت بشكل كامل عندما انسحب ترامب في 2018 من الاتفاق النووي بشكل إحادي. اليوم لا أحد يثق حقيقة بكلام الأمريكيين ووعودهم. ولكن يعني الكلام الذي تحدث به مسعود بيزشكيان الرئيس الإيراني الجديد قد يكون يعني أنت عندما كل العالم عجز، يعني الأمم المتحدة ومجلس الأمن والجامعة العربية
يعني منظمة التعاون الإسلامي، كل العالم وأوروبا عجزوا أن يوقفوا مجازر نتنياهو وإبادته بحق الشعب الفلسطيني في غزة. يمكن حاول الأمريكي يعني أن يمرر كلام أنه أنتم إذا لم تردوا على اغتيال إسماعيل هنية سنوقف الحرب والعدوان والإبادة الجماعية على غزة. يعني هذا كان ممتاز جدا أن نرى وقفا لحمام الدم في غزة إذا أعطينا الإسرائيلي يعني فترة أو أخرنا الرد. ولكن بيزشكيان لم يقول لهم، حتى لو صدقت يعني هذه الرواية التي يتحدث عنها الآن الأمريكي أنه تحدث بهذه اللغة مع بيزشكيان، حتى لو صدقنا هذه الرواية ولم تكن يعني كذبة كما الكثير من الكذب اللي سمعناه في السابق، فهذا ليس بمعنى أن إيران تراجعت عن الرد وقالت لهم لن أرد إذا ما أوقفت المجازر في غزة، ولكن قد يكون بمعنى أنه نؤخر الرد إلى وقت محدد، وإلا الرد فهو يجب أن يكون. وهذا ليس كلامي أنا أو ليس يعني قضية يمكن يعني نطرحها بهذه الطريقة، لأنه اختراق للأمن الوطني الإيراني والسيادة الإيرانية، وهذا معناه إذا لم ترد على هذه الجريمة الإسرائيلية فستشجع هذه مثل هذه الفرص إسرائيل في المستقبل على ارتكاب ممكن يعني جرائم أخرى على الأرض الإيرانية. فليس بوسع الرئيس أو وزير الخارجية أو أي شخص آخر يقرر عن الدولة الإيرانية بأكملها. الدولة الإيرانية تتشكل من الرئيس وقبل الرئيس من القائد الأعلى السياسي للبلاد والسيد علي الخامنائي، والرئيس والبرلمان والسلطة القضائية وأجهزة الأمن والحرس الثوري والجيش والكثير من المؤسسات الهامة، فكل هؤلاء يجتمعون عندما يريدون أن يقرروا حول قضية، ويصبح القرار يعني بعد معرفة كل آراء هذه الأطراف. فالرئيس حتى لو هو يريد أن يقول شيئا ليس بإمكانه لوحده أن ينفذ أو يعطي وعودا ما لم يتم الموافقة من قبل المؤسسة نعم، للدولة بأكملها. بذكر المؤسسات ومؤسسية الدولة الإيرانية، هل تعتقد أن الجبهة الداخلية في إيران مستعدة لقرار الدخول في حرب مباشرة مع إسرائيل؟ يعني أحيلك لكلام أحمد لاشين، وهو أستاذ الدراسات الإيرانية، قال إن الوضع داخل إيران لا يتحمل أن تتدخل أي تدخل من القوى العسكرية، حيث تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي. هل الجبهة الداخلية الإيرانية مستعدة لدخول إيران أو اتخاذ قرار بدخول في حرب مباشرة مفتوحة مع إسرائيل؟ طبعا يعني الكلام يمكن أن يكون جزء منه صحيح وجزء آخر غير دقيق. أستاذ أحمد، تعرف حضرتك العقوبات المفروضة على إيران، وهي طبعا كما قال ترامب أنها العقوبات القصوى التي لم تفرض على أي شعب أو دولة يعني وبلد قبل إيران. يعني هذه العقوبات التي فرضها في 2018 وبعد ذلك هي حقيقة عقوبات غير إنسانية وعقوبات خطيرة ومؤلمة. يعني أنت تم قطع الاتصال أو يعني البنوك والمصارف الإيرانية مش قادرة أن يكون لها تعامل تجاري واقتصادي مع العالم بسبب يعني منعها من استخدام أو قطع النظام المالي الدولي السويفت على إيران، وأصبحت إيران مش قادرة لا تستلم أموال من الخارج ولا أن تدفع أموال من الداخل. حتى عندما تريد أن تشتري أدوية لبعض الأدوية، يعني الأدوية هي بكمية كبيرة 97% تصنع داخليا ولكن 3% لبعض الأمراض خاصة الأمراض الصعبة تستوردها إيران من الخارج. فحتى عندما تريد أن تشتري هذه الأدوية هي تواجه مشكلة، يعني العقوبات صعبة جدا على إيران.
ولكن هذا لم يؤدي إلى انهيار الاقتصاد الإيراني، واستطاعت إيران أن تجد حلولاً للالتفاف على العقوبات الأمريكية وأن تصدر جزء من نفطها وأن تحصل على العملة الصعبة التي تحتاجها من أجل الميزانية ومن أجل أن تستمر حياة المواطن، واستطاعت أن تتغلب شيئاً فشيئاً على هذه العقوبات الأمريكية والتي كما قلت هي غير إنسانية حقيقة. هذا أوجد مشاكل داخل إيران، نعم صحيح، ولكن عندما يكون هناك الأمن فأنت لا تستطيع أن تتحدث عن أنه أنا لدي مشاكل في الداخل فسأفرط في الأمن من بسبب أنه لدي مشاكل. يعني الأمن هو أساس كل شيء وفوق ولكن كل أستاذ شيء. سعيد يعني هذا الداخل لديه مشاكل، يعني قتل إسماعيل هنية بأسلحة متقدمة داخل طهران، داخل أو في مقر قريب من المجمع الرئاسي، في مقر تابع للحرس الثوري الإيراني. لا هو طبعا يعني هذه قضية أخرى يمكن أن نتحدث حول الكثير من الجزئيات أو التفاصيل التي تتعلق بهذه القضية. نعم هو حصلت هذه الجريمة الإرهابية، وهناك دراسة تامة لأنه كيف حصلت، وهناك تفاصيل جديدة حصلت عليه إيران. طبعا جزء من هذه التفاصيل تم نشرها وجزء يعني نعم. تتكتم عليه إيران. نعود للجبهة الداخلية والوضع الداخلي. الوضع الداخلي يعني أنا لا أتصور أن إيران لديها مشكلة، يعني كما يحاول البعض أن يرسم صورة عن إيران أن المشاكل الاقتصادية ستمنع إيران أن تدافع عن سيادتها وعن أمنها. لا هذا غير صحيح، يعني هناك خطط طبعا اقتصاد داخلي عملت عليه إيران، كل شيء متوفر، يعني أنت كل ما تحتاجه للمواطن هو متوفر يعني في الداخل، المواد الغذائية اكتفاء ذاتي تقريبا في كل المجالات الاستراتيجية والمهمة في المجال الغذائي، في مجال الطب، في مجال الطاقة، في مجالات. يعني إذن دون إسهاب أستاذ سعيد، متوفر في الداخل. الجبهة الإيرانية داخليا مستعدة لدخول إيران حرب مع إقليمية أو حرب مع إسرائيل. يعني المخابرات الأمريكية بتورد الآن أنها رصدت استعدادات حقيقية داخل إيران لشن هجمة صاروخية ربما تكون اليوم أو في الأيام القادمة على إسرائيل. هل تعتقد أن النظام الإيراني قرر المواجهة، قرر أن يسأر لحسن نصر الله وإسماعيل هنية، قرر أن يدخل بشكل مباشر إلى الحرب، أم أن يعني ما يفعله حزب الله وحماس وأنصار الله الحوثيين يكفي في هذه المرحلة؟ أستاذ أحمد، يعني لأوضح نقطة مهمة، يعني الذين يتصورون، يعني أنا لست من الذين يطلقون شعارات حقيقة عندما أتكلم، الذين يتكلمون عن أنه هناك عجز لدى إيران أو لدى حزب الله أو محور المقاومة الذي تقوده طبعا إيران، هم حقيقة لم يعرفوا التفاصيل أو يحاولوا يعني نشر التضليل أو نشر معلومات غير دقيقة حول هذا الكلام. إيران غادرة بكل تأكيد أن تدافع عن نفسها وليست إسرائيل. الولايات المتحدة الأمريكية أعتقد أنها وصلت إلى قناعة تامة أنه من الأفضل أن لا ندخل في حرب مع إيران. يعني تعرف حضرتك كم مرة هددت واشنطن إيران عندما في المفاوضات النووية، وقالوا دائما كنا نسمع كلام في حال فشلت المفاوضات أو انهارت المفاوضات أو انسحبت إيران من الاتفاق النووي سنلجأ إلى الخيار العسكري. هذا ما سمعناه مرات عديدة من الولايات المتحدة الأمريكية، ولحد الآن ولا أعتقد في المستقبل ستلجأ الولايات المتحدة إلى الخيار العسكري رغم انهيار المفاوضات وانسحاب كل الأطراف من الاتفاق. أستاذ سعيد، يعني نحن لا نشكك، نحن لا نشكك، نحن لا نشكك، نحن نستفهم ونستوضح منك، خاصة أن الآن رويترز تنقل عن مسؤول أمريكي قوله أن الهجوم الإيراني المرتقب على إسرائيل قد يكون أكبر من الهجوم الذي شنته في إبريل الماضي. يعني بالمرة خليني أقول لك أن الآن
إذاعة الجيش الإسرائيلي تعلن عن دوي انفجار في منطقة تل أبيب الكبرى، والمتحدث العسكري باسم أنصار الله يتحدث عن تنفيذ 3 عمليات عسكرية استهدفت 3 سفن في مقابل السواحل اليمنية. إذن هناك تصاعد في عمليات المقاومة، محور المقاومة. ولكن أنا سؤالي، هل تعتقد أن هذه الضربة التي تتحدث عنها أمريكا قائمة بالفعل، قد تكون اليوم أو غدا أو الأيام القادمة، هل تدخل إيران بزخم أكبر في المواجهة مع إسرائيل؟ يعني هذا قصدي من السؤال، ليس تشكيكا ولا إشادة. لا 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 أستاذ أحمد، أنا لأوضح الفكرة، أنا لم أشكك بسؤال حضرتك ولم أقصد يعني ما تفضلت به حضرتك، لا على الإطلاق. أنا أقول حول الإعلام الذي سمعناه خلال الأيام الماضية والأسابيع الماضية الذي يشكك في مواقف إيران تجاه حلفائها، تجاه حزب الله، خاصة من أن إيران تركت حزب الله في المعركة وحيدا، ومثل هذا الكلام، هذا يعني أقصد ما نسمعه في الإعلام. نعم. الإسرائيلي والأمريكي والداعم للإسرائيلي الإعلام، وليس نعم. لم أقصد. إذن هل تدخل إيران بزخم أكثر؟ هل تقصف إيران مثلما قصفت في إبريل الماضي؟ والله أنا أتصور أن هذا وارد جدا، يعني نعم هذا وارد، وأن الرد قد يكون يعني أكبر بكثير من الهجوم السابق الذي نفذته إيران على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإيران غادرة على فعل ذلك، يعني كما الآن يعرض على شاشتكم، يعني هنا عندما تستطيع حركة أنصار الله وهي حليفة لإيران، وعندما يستطيع حزب الله أن يقصف إسرائيل بالصواريخ والمسيرات، وتعجز الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل رغم الطبقات الدفاعية الكثيرة من التصدي لهذه الصواريخ، فبكل تأكيد يعني هذا واضح، مش محتاج إلى أي توضيح، أن إيران غادرة على فعل هذا بأضعاف مضاعفة. ولكن لبعض الاعتبارات، وأنت حضرتك سألت يعني هل القوة التي يمتلكها حزب الله هي كافية؟ نعم، إيران تشعر هكذا وحزب الله يشعر هكذا. حزب الله لا يشعر بأي ضعف بالرغم من الآلام التي للأسف يعني ما حدث خلال الأيام الماضية لحزب الله واستشهاد السيد حسن نصر الله، ولكن حزب الله يعني، وبما أن إيران هي التي يعني عاشت كل أيام حزب الله وهي تعرف حزب الله أكثر من الاستخبارات الغربية والموساد والCIA وكل هؤلاء، تعرف ماذا يملك وماذا لديه. إيران الوحيدة في العالم الذي نعم. تعرف قدرات حزب الله، لذلك هي لا تشعر بأنه هناك عجز أو ضعف لدى حزب الله حتى هي تدخل مباشرة. أنا فقط أؤكد لحضرتك لجميع المشاهدين أن البعض يقلق أو قلق على حزب الله يعني ويقول يمكن أن ينهزم أمام إسرائيل، لا، الأمر ليس هكذا. أولا وأخيرا هو الاعتماد على يعني على النصرة الإلهية، هذه نقطة مهمة أولا وأخيرا. نعم. وبعد ذلك لو كانت إيران تشعر أقل شعور أو أصغر شعور بأن يمكن هناك خطر يهدد حزب الله، لا لم تتأخر ولا حتى ثانية في الدفاع عن حزب الله، ولكنها متأكدة من انتصاره بإذن الله على كل هذه الحملة وهذا الإعلام وهذا الكلام الزائف الذي نسمعه من نتنياهو أنه يستطيع أن يدمر حزب الله ويفعل بلبنان كما فعل في غزة. ليس الأمر هكذا، إن استطاع نتنياهو أن يفعل الجرائم في غزة فذلك بسبب أن غزة محاصرة للأسف من كل الدول اللي محيطة بها، للأسف الشديد أقول هذا. نعم. ولكن حزب الله ليس محاصر، حزب الله لديه حدود مع العراق، لديه حدود مع سوريا، وهؤلاء حلفاء شرفاء لم ولن يسمحوا ب يعني محاصرة لبنان وحزب الله كما للأسف حصل لأهلنا في غزة. فالإمدادات العسكرية وغير العسكرية مستمرة ولن تتوقف، ونتنياهو سيفشل عندما يقول أنه غلقه الأكبر اليوم هو قطع الطريق على وصول الإمدادات إلى حزب الله. أشكرك أستاذ سعيد شاوردي، المحلل السياسي المختص بالشأن الإيراني، كنت ضيف عزيز علينا عبر سكايب من إيران، تحياتي لك.